هو احنا لما بنخرج بره بناكل الحادق وبعدين بنحلي، ما يمنعش كمان حد يطلب حاجه ساقعه، يطلب عصير، يطلب الحاجات اللي هي الايس كوفي والكابتشينو والحاجات اللي احنا عارفينها دلوقتي. طيب الخميس بتاعك دايما بقول لك اقعدي وريحي وانتخي، اجازه انت طالعينك فيه طبعا توصيل لتمارين غير الكورسات، مدارس طالعينك برضو في توصيل تمارين ودروس ومدرسه. دايما بحس ان يوم الخميس ده يا جماعه هو ان انا لازم اريح فيه افصل، بس انت عارفه بقى لو فصلتي كمان من المطبخ هتحسي ان كل شويه يطلع لك حد كده فرقع لوز جنبك، ماما انا جعان، تقومي تعملي له اي حاجه كده ياكلها، كمان شويه ماما انا جعان. ليه بقى؟ هما بيحسوا ان انت بتكروتيهم، قال يعني انت عايزه تريحي دماغك، هما بيحسوا جدا بيفهموا، اساليني انا. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت تعملي طبق ما حصلش في حله واحده بس، ماشي، تقدمي جنب مكرونه جنب رز يديهم طبعا يعني هيملى معدتهم اكيد وهيملى دماغهم، يعني عارفه كده هيمزجهم. مش كده وبس، كمان حاجه حلوه شويه عصير، انت كده هتفصلي طول اليوم، ما حدش هيقدر يفتح بقه معاكي ولا يقول لك تلت تلاتة كده. اول وصفه معايا هي وصفه في حله واحده، عايزه اقول لك انا هعملها وهقول لك هتقدميها ازاي. هي اسهل حاجه ممكن تعمليها وصفات الفراخ. ليه؟ ما تحتاجش لا تتبيل مسبق ولا تحضير مسبق ولا تبل ولا سلام، كمان لما تكون بصدور الفراخ. تعالي اقول لك كده ايه المقادير. هحتاج صدور الفراخ اللي انت عايزاه على العدد اللي انت عايزاه، وعلى فكره ممكن صدر الدجاج نفسه يتقسم لجزئين، تمام. طيب هحتاج بقى مشروم فريش جوليان كده متقطع، ندي قيمه كده للطبق ويعلي قيمته وكمان يعلي طعمه ويدينا صوص حلو قوي، ماشي. ملح وفلفل اسود، دقيق، زبده، زيت زيتون، ثوم مفروم، زعتر فريش، روزماري فريش، لو ما عندكيش فريش لو ما عندكيش فريش هنحط عادي. طيب هحتاج ايه بقى كمان؟ اللبن، معلقه كبيره مستارده، نص كوبايه مرقه، ولو ما عندكيش مرقه هقول لك هنعمل ايه، وشويه بقدونس مفرومه. انا كده خلصت الوصفه كده يا فيفا، خلاص خلصت. رشه موتزاريلا ان يعني كانت موجوده، يعني انا ممكن اساسا استغنى عنها تماما. طيب طبعا طبعا قبل اي حاجه بقول لك الوك بتاعك يسخن جدا جدا، طاستك تسخن جدا جدا، مهم قوي قبل ما احط الماده الدهنيه قبل ما احط الفراخ. ناس كتير تقول لي يا بيبا لا لا انا مشكله الصدور معايا كبيره، ايه في ايه، ايه مشكله الصدور؟ لا بتشد بتشد، دي علشان احنا بنسويها غلط. رقم واحد يا جميع، علشان اسوي صدور او اي حته من الفراخ، اي جزء من الفراخ او لحمه زي ما اتفقنا، انا لازم احافظ على العصاره اللي فيها، العصاره اللي فيها اللي بتخليها تندر وجوسي، بتخليها كمان مش يعني ايه تندر وجوسي، يعني لما كلها كده ما تبقاش ناشفه ما تبقاش كاوتش. مهم قوي الطاسه عندي تكون سخنه جدا، بصوا البخار بدا يتصاعد، هو ده اللي انا عايزاه. اعمل ايه؟ احط شويه ايه، زيت الزيتون. ليه بقى انت بتستخدمي زيت الزيتون على النار؟ ايه المشكله؟ مفيش اي بحث ولا اي دراسه قالت ان هو خطر استخدام زيت الزيتون على النار. لو كان بكر ممتاز. هعمل ايه بقى علشان ما تنشفش عندي؟ مهم جدا اجيب حته الفرخه بتاعتي دي، لازم انا شايفها كويس قوي يا جماعه قبل ما احطها عندي في الوك او في الحله، كده مش هتلزق معاكي خالص اهي، واروح حطها. الله، واخده غيرها. مهم جدا قلنا ان احنا ننشف كويس قوي صدور الفراخ، وعلى فكره انا ما بغسلش صدور الفراخ، وده على فكره بيخليها ابدا مش زفره. موجودها على النار اكبر قاتل لاي حاجه فيها اهو. تعالوا بقى احطها على النار، عشان انا كنت بنشف فكنت بعدها من على النار عشان هي كانت سخنت عندي كويس جدا، وانشف تاني. انا هنا بقى بعتمد، انتوا شايفين انا حاطه ايه، ملح وفلفل اسود. فين البهارات؟ لا انا هنا بقى هعتمد على ايه بهاراتي، انها تكون
روزماري وزعتر. وزي ما قلت لك احنا ممكن نقطع القطعه الاثنين، مش شرط ان هي نعملها صدر بحاله كده، ممكن نقطع الصدر ده الاثنين كاننا هنعمل شرايح بانيه، بس مش هتبقى رفيعه زي البانيه، لا يعني انا بقول لك قطعيها بس الجزئين علشان تستوي معاكي وتبقى حلوه. بس كده تعالوا بقى نرشها بالفلفل الاسود والملح ممكن بعد ما تسويها بقى. انا هقول لك طريقه التقديم ازاي اللي هتديكي كميه. يلا بقى نقلب. بصوا في حاجه لزقت معايا، ليه بقى؟ علشان انا منشفاها كويس جدا. الوك عندي سخنه، منشفاها كويس قوي والوك عندي سخنه. تعالوا بقى نحط لها ايه الحاجات اللي انا قلت لكم هطعم بيها، زي ان انا احط هنا كده شايفين في نفس الوك بتاعتي احط زعتر وروزماري، هيدوني ريحه حلوه قوي وطعم حلو قوي. وعايزه اقول لكم رشه الملح وفلفل اسود حكايه اصلا لوحدها حكايه. واقلب تاني على الجنب التاني لحد ما تستوي معايا، مهم قوي. بصوا بصوا بحركها ازاي وهي من غير جلد وما لزقتش معايا، وهتستوي معايا على طول. زي ما بقول لكم اقدر اقسمها نصين لو انتم مستكبرين حجمها، اقدر اقسمها نصين. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط مكعبين زبده وهي كده بتستوي في النص كده. طب انا مش بسويها بس في زيت زيتون، زيت زيتون وكمان زبده. اقلب كده عشان اشيل هنا بس. واعمل ايه؟ شايفين الحركة دي بقى كده اهو. بصوا هنا بقى اللي نازل ده ايه؟ ده زبدة. طلعوا بقى حطوه كمان هنا ونزود لو عايزين تاني نحطه على الفراخ. ريحتها خطيرة، ريحتها رهيبة. شوية الزبدة دول لا ادوني ريحة اعلى كمان، طعم اعلى. اعمل كده واقلب اهو، اسوي دي كده اعملها كده اهي. طيب قلت يا فيفا هتقولي لنا علشان ما ننساش ازاي هنقدمها. بصي بقى رز ابيض مثلا، هاتي شويه مكرونه شرايط، وبعد ما تعملي الطبق ده كل واحدة هاتيها بس اسلقيها. بسلقها ازاي؟ من 8 ل 10 دقايق في مية وملح فقط لا غير، مية وملح فقط. طيب بعد ما سلقتيها صفيها وبعدين قلبيها بحتة زبدة، قلبي المكرونة بعد ما تصفيها بحتة زبدة وشوية زيت، قلبيها بس كده على النار. تمام تمام. ممكن تحط لها كمان فصين توم المكرونة، وبعدين حطيها في طبق كل واحد فرد من العيلة، وهاتي بقى كل اللي احنا هنعمله ده قطعه كل واحد عليه. ما تعمليش اي حاجه في مكرونه غير انا بقوله لك ده، قلبيها بس بشويه ايه زبده وزيت زيتون، وممكن تحط لها الزعتر روزماري، حط لها زعتر بلاش روزماري، وزعتر وملح وفلفل اسود وحته ثوم بس كده. وبعدين ده الطبق بتاع المكرونه، عايزه تقدمي كله وتحطي عليه كل الطبق اللي احنا عملناه ماشي، عايزه تغرفي بقى انت عارفه الكميه ده هياكل قد ايه مكرونه تحطي له جنبه الفراخ. الفراخ بعد ما تستوي انا اقدر بقى اقطعها شرايح، وكمان دي كده هتعمل لي كميه. انا مسويها حته واحده لكن اقدر جدا بعد ما اسويها اقطعها شرايح بالعرض، هقول لكم ازاي برده. اهي انا عندي كده خلاص الفراخ قطعت شوط كبير في التسويه،
ماشي. وطبعا شايفين لونها اختلف ازاي. هعمل ايه؟ هروح جايبه الطبق بتاعي ومطلعه فيه الفراخ اهو. هي حاجه كده شبه البيكاتا يا فيفا. حاجه شبه البيكاتا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح جايبه المعلقه بتاعتي وحاطه كمان مكعبين زبده قليلين قوي قوي. شايفين شويه الصوص اللي طلعوا لي من تشويح الفراخ؟ عايزه اقول لكم هم دول اساس الطبخه كلها. هم دول اللي بيطعموا لي الطبخه، هم دول اللي بيدوني الصوص. علشان كده احنا لما بناكل في المطاعم بنلاقي الاكل حلو قوي، ونلاقيه متطعم، ونلاقي طعم، رغم ان هم ممكن ما يكونوش بيهتموا بالحاجه زينا، بس ليه؟ لان هم بيهتموا جدا بالمرقات. المرقه يعني دلوقتي انا سويت الفراخ، ما بيعملوش حاجه تانية بقى ويعملوا فيها، لا كله في حله واحده، كله في حله، سرعه، طعم اعلى، كله في حله واحده. اقلب بقى عندي هنا المشروم بتاعي، وبعد ما يدبل هحط له طبعا كمان هنا زعتر فريش، وزي ما قلت لكم انا ممكن احط ايه زعتر جاف، وكمان هحط رشه ملح والفلفل الاسود، واحط بقى دلوقتي الثوم. خلاص كده انا المشروم بتاعي استوى، تعالوا بقى نحط الثوم وقلب. انت هتقفي مره واحده النهارده وما تقفيش تاني في المطبخ. وعلى فكره من اكتر الحاجات برضو الولاد بيحبوها هي الحاجه اللي فيها صوص، سهله البلع كده وما يقعدوش يبذلوا مجهود علشان ياكلوا، وحاجات كلها لذيذه. يمكن هما شويه ذوقهم مختلف عن ذوقنا، احنا نحب خضار ورز، مش طول الوقت هما يحبوا الكلام ده. بص انا عندي هنا خلاص استوى، هعمل ايه؟ هنزل شويه دقيق علشان يدوني صوص حلو، الدقيق برضو هقلبه لحد ما يختفي. بصي ما بعملش بشاميل في حله وارجع احطه، لا لا لا، كله على بعضه اهو. خلاص كده حطي لي كمان حته زبده. انا حاطه طبق الزبده جنبي، بس شايفين انا باخد منه حته صغننه صغننه اهو. وبعدين انزل بقى هنا زي ما قلنا بنص كوبايه المرقه، ولو ما عندكيش نص كوبايه مرقه هاتي مكعب مرقه خضروات او دجاج واعمليه وقلبيه في ميه سخنه. وبعدين اروح حاطه بقى هنا اللبن ويديني صوص كريمي جدا اهو، واقلب برضو، حط شويه لبن كمان. عندك بقى قشطه حط شويه قشطه، عندك جبنه كريمي حط شويه جبنه كريمي. بصي بقى الاضافه دي اللي هتاخد الطبق ده بقى وهتخلينا بنستمتع بطبق فراخ بالصوص الكريمي، بس مش اي صوص كريمي، مش زي ما احنا متعودين، مستردة. وما تستغربيهاش على فكره، مستردة احنا بنحطها في البيكاتا اللي هي باللحمه، وبنحطها في وصفات كتير جدا للفراخ واللحمه. وكمان لو اخدتوا بالكم انا بدخلها في تتبيلات السمك، تتبيلات الفراخ رهيبه يا جماعه، بتدينا طعم رهيب. بصوا بقى الصوص الكريمي بتاعي بقى لونه عامل ازاي. طبعا انا ممكن احط شويه لبن واحط شويه ميه، احط شويه لبن واحط شويه ميه، احط شويه ميه كمان وهكتر الميه. ليه؟ علشان انا هرجع الفراخ تكمل لي تسويه هنا، خلوا بالكم. يلا فانا مكتراه، ولما الاقيه تقل احط تاني، احط بقى ايه الفراخ بتاعتي اللي واخده اللون الخطير ده واسيبها تستوي
اخر حاجه اخر حاجه بحطها ايه؟ رشه البقدونس اخر حاجه، ورشه الجبنه الموتزاريلا. تمام تمام احنا كده خلصنا اول طبق، سهل وسريع وما اخدش معاكي حاجه، ما فيهوش مقادير كتير، ما فيهوش كركبه، ده في حاجات هتحطيها من الكيس. ناهيكي ان انا هنا عامله بقى ايه شويه حاجات كده جنبي علشان بس انا بوريكو ماشي، لكن انت هتجيبي علبه الدقيق هتحطي، هتجيبي الثوم هتحطي، البقدونس هتخرطي، حاجات كلها هتخلص في ما فيش. طيب خلصنا اول طبق، نروح لفاصل نرجع نشوف هنعمل ايه النهارده يوم الخميس. استنونا.